السيدات والسادة حياكم الله، نشرة إخبارية جديدة من قناة المثل المحلية، ونبدأها بأبرز العناوين. اجتماع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور عدد من الوزراء. المكلا تشهد العرس الجماعي الخامس ل200 عريس وعروسة. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم باخرة مازوت لكهرباء حضرموت وأدوات إلكترونية لكلية الحقوق بعدن. من الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. لقي جندي حتفه اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مدينة القطن. وقالت مصادر محلية أن مسلحون اعترضوا الجندي سعيد عبدالله العوبثاني وهو يقود سيارته في منطقة بابكر في القطن، وأطلقوا النار عليه مما أدى إلى انقلاب سيارته وأرادوه قتيلا في الحال. وذكر المصدر أن الجندي العوبثاني يعمل حارسا شخصيا مع مدير أمن وادي وصحراء حضرموت. هذا وتأتي هذه العملية في ظل الانفلات الأمني الذي يعيشه مناطق ومدن الوادي والصحراء. عقد المكتب التنفيذي بساحل حضرموت اليوم بالمكلا اجتماعا استثنائيا برئاسة وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الكهرباء ووزير الثروة السمكية وعدد من المسؤولين. وناقش المكتب التنفيذي عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والمعيشية ومتطلبات الارتقاء بأوجه مشاريع الخدمات إلى أفضل المستويات، وخاصة منها معالجة مشكلات الكهرباء. وتطرق الاجتماع إلى أبرز المعوقات في الأداء الخدمي والإداري وقضايا الاستثمار ومشاكل الاصطياد والصيادين وإعادة هيكلة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وتدني خدمات الاتصالات والمطالبة بالاهتمام بمناطق امتياز الشركات النفطية وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى قضايا الإحلال وربط المعاش التقاعدي وتسويات الموظفين ومشاريع دعم المرأة. نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية العرس الجماعي 16 بالجمهورية والخامس بمحافظة حضرموت بمدينة المكلا بمكرمة ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان. لتفاصيل أكثر نتابع التقرير التالي. عطاءات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضرموت لا تتوقف، من منحة المشتقات النفطية إلى الأعمال الإنسانية والإغاثية والخدمية. واليوم ها هي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنظم الزواج الجماعي الخامس ل200 عريس وعروس في حاضرة حضرموت وعروس الشطان العربية المكلا. وننقل لكم تحيات قيادة السلطة المحلية للمحافظة، ونحن نشارك معكم هذه الفعالية المميزة، فعالية الزواج الجماعي ل200 عريس وعروس، الذي يطل علينا اليوم بحلته الثانية من عام التسامح لعام 2019 والخامس على مستوى المحافظة. المكرمة الإماراتية هذه سوف تسهم في مساعدة المعسورين من الشباب لإكمال شطر دينهم، وهي واحدة من ضمن سلسلة من الأعراس الجماعية التي وجه بها سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ليبلغ عدد الشباب المتزوجين من الجنسين في حضرموت وحدها إلى 1000 عريس وعروس. تقولونها أنتم، تقولون للهلال الأحمر أو لدولة الإمارات العربية المتحدة شكرا، بل نحن نقول لكم شكرا شكرا شكرا. أنتم استقبلتونا في هذا البلد المعطاء وبكل الرحب والصدق، وساعة صدقكم وتحملكم لنا هذا أكبر شرف نحن وتاج على رؤوسنا، ونحن نتواجد بينكم ليسعدنا ويشرفنا، وهذا شرف كبير لنا في وجودنا في سواء حضرموت أو المحافظات الأخرى المحررة. باسمي وباسم كل زملائي من العرسان وأهالينا نعبر الشكر الجزير لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها على ما قدموه لنا من مساعدة في هذا الزواج، المساعدة مادية ومعنوية. ونحيي دورنا الذراع الإنساني، ونحيي دور الذراع الإنساني لدولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي الذي قدم لنا كل خيرات
كل خير في كل المجالات الإنسانية والإغاثية. نكرر شكرنا وفرحتنا لكم ولكم كل التقدير. هذا الحفل البهيج شهد حضوراً كبيراً لمسؤولي السلطات المحلية المدنية والعسكرية بحضرموت، وشخصيات اجتماعية وأهالي وأصدقاء العرسان وسط أجواء فرائحية تخللتها الأهازيج والرقصات الشعبية والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة. لقناة المكلا، محسن بلبحيث. وصلت إلى ميناء المكلا الباخرة الرابعة للمحروقات مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتحمل هذه الباخرة كميات من مادة المأزوت لدعم منظومة الكهرباء في محافظة حضرموت، وتسهم هذه المنحة في التخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ظل عجز دام من قبل الحكومة الشرعية عن توفير محروقات الكهرباء، حيث أن كهرباء ساحل حضرموت تعمل هذه الفترة بالمحروقات المقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة. اليوم دشن الباخرة الرابعة للمازوت دعم لكهرباء حضرموت ليستفيد منها الأهالي، وتظل إن شاء الله الكهرباء على طول تعمل وتغذي جميع المديريات التابعة لهذه المحافظة. هذا يقدم مثل ما قلنا بالأول أنه راح يستمر الدعم، وهذا نحن في الآن في الباخرة الرابعة وصولا إلى المنواني وإلى عروس العرب. باسمنا وباسم السلطة المحلية وباسم أبناء هذه المحافظة نقدم جزيل الشكر والامتنان لدولة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة السلطة المحلية في استقرار منظومة الكهرباء بشكل أساسي في هذه المحافظة. أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت بيانا حول تواجد وزير الداخلية ووزير النقل بوادي المحافظة، ووصف تواجدهم لجر حضرموت إلى صراعات ومناكفات سياسية، وحذر البيان من بقاء وزيري الداخلية والنقل والحماية التي يتلقونها من قبل المنطقة العسكرية الأولى في وادي المحافظة، لافتين إلى أن حرص المخلصون على تجنب المحافظة أي محاولة للمناكفة السياسية، ولم يكن ذلك عن ضعف أو تردد، ولكنه عن وعي حقيقي بأن تظل المحافظة بمأمن من الزج بها في معارك مفتعلة. ناقش اجتماع ضم نائب مدير أمن ساحل حضرموت العميد غيثان البحسني ومدير منشأة بروم للغاز ونائب مدير مكتب التجارة بالمحافظة وعدد من الجهات المختصة بتموين الغاز أزمة الغاز المنزلي في المحافظة. وتطرق الاجتماع إلى أهمية ضمان تموين السوق المحلي بمادة الغاز المنزلي وجعلها في متناول جميع المواطنين باعتبارهم بين السلع الأكثر أهمية في حياة المواطنين، وضرورة منع التلاعب بها من قبل المستغلين للأزمات. وخرج الاجتماع بالاتفاق على آليات عملية تضمن وصول الغاز المنزلي إلى كل مناطق المحافظة والعمل على إنهاء الأزمة. التقى المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل بمدير عام الهيئة العامة للاستثمار الدكتور محمد الجوهي لمناقشة أوجه التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة. وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه الموظفين والمهام المناطة بهم وأهمية الاستثمار الذي يعكس الواجهة الحقيقية لحضرموت، ونوه مدير عام مديرية مدينة المكلا إلى ضرورة القيام بحصر شامل للفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية تسويقها وتشجيع المستثمرين وخاصة الذين يقدمون مشاريع استثمارية تحوي أفكارا جديدة ومبتكرة. بحث لقاء عقد بالمكلا نشاط هيئة المساحة الجيولوجية في مجال التعدين والتنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والوحدة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين بالمحافظة، وناقش اللقاء المشاريع التعدينية في حضرموت تندرج ضمن الوحدات الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال التعدين والشركات التابعة لها، وأكد المكلفين المتعاقدين معها من الباطن والمكلفين بكافة كياناتهم القانونية وكذلك حصولهم على البطاقة الضريبية لممارسة هذا النشاط. وخرج اللقاء بالاتفاق على التنسيق والنزول الميداني لتلك المشاريع التعدينية مع الجهات ذات العلاقة.
قام مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بزيارة تفقدية إلى منطقة ميفع للإشراف المباشر على أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط المياه الناقل المؤدي لمنطقة ميفع والمناطق المجاورة لها. وأطلع المهندس غانم على سير العمل والجهود يبذلها طاقم المؤسسة بميفع وأشراف الفنيين المختصين من الإدارة العامة للمياه بالمكلا، مشددا على سرعة تنفيذ وإصلاح ربط خط المياه في وادي ميفع لتضرر بفعل السيول الأخيرة والتزم بالمعايير والمواصفات المطلوبة. تداول ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر تردي البنية التحتية لتصريف مياه الصرف الصحي بمدينة المكلا، وأظهر الفيديو اندلاع نافورة للصرف الصحي وسط أحد الخطوط الرئيسية بمدينة المكلا، وعبر الناشطون عن سخطهم وسخريتهم لتردي وضع تصريف مياه الصرف الصحي بالمدينة، وقالوا أول نافورة على مستوى مدينة المكلا تقام دون وضع حجر الأساس المسبق، وكذلك تم افتتاحها من قبل جهة مجهولة. اطلع فريق من معهد التقني الصناعي على العمل في الورشة الفنية التابعة لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لتقييم الورشة ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها. وأكد مدير ورشة الصندوق الفنية المهندس سالم بافرج عن رغبة الصندوق في تقييم وضع الورشة وإيجاد الحلول الممكنة لانتشالها والارتقاء بأدائها، إضافة إلى تأهيل وتدريب عمال الصيانة في إطار تفعيل دور الشراكة الحاصلة بين إدارتي ورشة الصندوق الفنية والمعهد التقني الصناعي. من جانبه عبر الفريق الفني عن استعداد المعهد لرفع التقييم الذي سيسهم في حلحلة معظم المعوقات، وكذا صيانة كافة المركبات والمعدات التي يسمح لهم أخذها لتطبيق الطلاب عليها. أقامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مشروع دعم التعايش في اليمن BSY ورشة عمل تدريبية حول إجراءات التقديم في مشروع الإعانات المحلية في وادي حضرموت بتمويل من مزار الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 30 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني يتعرفون خلالها حول إجراءات التقديم في مشروع الإعانات المحلية المول من الوكالة الألمانية للتنمية. هذا وأوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الأستاذ عبدالله باجهم على أهمية ورشة العمل التعريفية بآلية التقديم في المنظمات الدولية. ونختم أخبارنا من العاصمة عدن، حيث دشن الهلال الأحمر الإماراتي حملة دعم كليات جامعة عدن بأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية الحديثة، حيث سلمت الهيئة كلية الحقوق بالجامعة نحو 30 جهاز كمبيوتر إلى جانب 30 طابعة بالإضافة إلى أدوات تجهيز المختبر وربطه بالشبكة. وأثمن نائب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد العطاس الدعم الصخي الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للنهوض بالعملية التعليمية في جامعة عدن، سواء كان بدعم الأنشطة الرياضية أو دعم الجامعة وكلياتها بأجهزة الكمبيوتر الحديثة والأجهزة الإلكترونية لتمكنها من ربط كليات الجامعة فيما بينها وربطها بديوان الجامعة. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. اجتماع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور عدد من الوزراء. المكلا تشهد العرس الجماعي الخامس ل200 عريس وعروسة. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم باخرة مازوت لكهرباء حضرموت وأدوات إلكترونية لكلية الحقوق بعدن. ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.